تبي تعرف شلون تحضر الكولد برو بشتى الطرق، تنقيع وتقطير. إذا أنت كنت مستخدم منزلي تحتاج تأخذ الحجم الصغير، وإذا أنت كنت صاحب مشروع يفضل أن تأخذ الحجم الكبير. هذه الطحنة المناسبة اللي أنصح فيها تكون متوسطة إلى شبه خشنة. شو ما أسوي؟ أبلش أرطب القهوة، فأنزل كمية ماء، أتأكد أني أنا قاعد أرطب القهوة. معاكم عبد الرحمن الغريب، مدرب معتمد من منظمة القهوة المختصة في أكاديمية بروفر. تابعوني على كورس ستور.